مين فات على البيت بغيابي وحط الزرف؟ المشاكل ما عم تخلص مع منار. مين اللي عمل هيك فيني؟ مين يلي حط الظرف بسرعة؟ قولي أحسن لك تقولي كل شيء. أبوك اللي عمله بيعرف أنه بتحبوا بعضكم. بدي أحكي معك شوي بصراحة. بس المشكلة الأكبر صحتها. منار كل يوم أسوأ من يوم. ما بعرف من غيرك شو كنت بعمل. امرأة يومياً 7:15 على الـ MTV.